أثابكم الله، من كان به سحر هل يجوز أن يذهب إلى ساحر ليفك سحره؟ لا، لا يجوز له أن يذهب إلى الساحر، ولكن يذهب إلى القرآن والسنة والدعاء، يدعو الله عز وجل، يطلب من إخوانه أن يدعو له، ولا يذهب إلى السحرة، فإن السحر كفر، السحر كفر. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يعني ما سحر، ما كفر سليمان يعني ما سحر عليه الصلاة والسلام، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين كفروا بأي شيء؟ يعلمون الناس السحر. نعم، فالسحر كفر، تعلمه وتعليمه كله كفر والعياذ بالله. نعم.